فإذا كان السفر فيه مشقة مع الصوم فهذا كذلك يفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مع أصحابه في الحديبية ووجدوا رجلا قد سقط في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ثم أمر الناس أن يفطروا، لا مو غير الحديبية، ثم أمر الناس أن يفطروا صلى الله عليه وسلم، كان العصر بعد، فأمر الناس أن يفطروا. فإذا كان السفر معه مشقة شديدة فهنا يجب أن يفطر، وإذا كان السفر معه مشقة يسيرة تحتمل نقول له مخير والأفضل أن تفطر طالما أنه فيه. يعني لا تصوم وانت كاره، لا تصوم وانت متضايق، زين؟ فالأفضل أن يفطر إذا كان في مشقة يسيرة تحتمل. أما إذا لم يكن هناك مشقة مثل سفرنا حاليا غالبا يعني في الطائرة، يقولك الطريق كله ساعة مثلا رايح الرياض أو رايح مكة شرف الله ساعتين أو رايح دول الخليج مثلا قطر الإمارات البحرين، يعني ساعة ساعتين ساعة ساعتين ساعة ساعتين، فيقول ما في أي مشقة وأمور طيبة وكذا متسحر زين، ما عندي أي مشكلة عنده، نصوم كيفك. هنا مخير، قال بفطر، إنهم أيضا أنت مخير. فلا يمنع من الفطر ولا يؤمر بالصوم، ولا يمنع من الصوم أيضا، لا يمنع من الفطر ولا يمنع. أمير نفسه المسافر، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نتكلم عن المسافر الذي لا يجد مشقة أو يجد مشقة يسيرة، أما الذي يجد مشقة شديدة فهذا يجب عليه أن يفطر. نعم.